شوية ديال الصباح بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنا اليوم سعيد جدا بالتواجد في مدينة ميدلكس لافتتاح الملتقى الوطني للتفاح في نسخته الثالثة. هذا الملتقى لكي يعني كي هو واحد الفرصة مهمة للوقوف على الإنجازات في قطاع ديال التفاح، وهذه الإنجازات كنشوفوها من خلال المنتوجات والمعروضات اللي شفنا اليوم في الملتقى الوطني للتفاح بميدلت. هاد الإنجازات في حقها هي كانت نتيجة العمل الجيد والدؤوب منذ تنزيل مخطط المغرب الأخضر بالآليات ديالو كاملة، يعني بالفلاحه التضامنيه ولا من خلال الدعم ديال صندوق التنميه الفلاحيه، وهذه الاستثمارات لا بالنسبه للاغراس وتنويع الاغراس واعتماد الانواع الجديده، اعتماد التجهيز، وكلها مدعمه من طرف الدوله لتشجيع الاستثمار. في المرحله الاولى ديال الغرس كنعطيو واحد الدعم لغرس اشجار التفاح، كاين كذلك الدعم لتجهيز الضيعات الفلاحيه بالتكنولوجيا ديال الري والتنقيط، كندعموا كذلك اقتناء الشباك الواقي ضد البراد لانه كيشكل واحد الخطر كبير على الانتاج ديال التفاح. واهم عنصر اللي جينا به كذلك لتعزيز مكتسبات مخطط المغرب الاخضر في اطار الاستراتيجيه الجديده الجيل الاخضر وتفعيل العقده البرنامج اللي وقعنا في المعرض الدولي لمكناس، وهي الدعم يعني الجانب ديال التثمين وديال التحويل وديال التبريد، لان في هذه السلسله التفاح بعد الجني الاهميه الكبرى وهي لسلسله التبريد باش يمكنوا الفلاحه في اطار التعاونيات ولا في اطار الاستثمار يعني الشخصي انهم يخزنوا ويحافظوا على المنتوج ديالهم باش يحاولوا يحققوا يعني اسعار مربحه واسعار يعني عادله للفلاح اللي كيتعب على هذا المنتوج وكيخرجوا رغم الظروف المناخيه. ورغم هذه الظروف المناخيه سجلنا ان شاء الله هذه السنه كنتوقعوا واحد الانتاج اكبر من السنه الفارطه بحوالي 4%، وبالخصوص في منطقه ميدلت اللي حتى هي عرفت واحد الارتفاع في الانتاج واللي غيفوق هذه السنه 300,000 طن. السلام عليكم، معكم هند الهيلع من إيطاليا. كان بريزونتي شركة سالفي فيفاي، شركة إيطاليا فيفاي إيطاليا من إيطاليا في نواحي النورد إيطاليا من فرارا.
احنا السعداء اليوم كنتواجدوا في المعرض ديال التفاح في مدينه ميدلت للمره الثانيه، احنا كنشاركوا معكم. والصراحه الحمد لله في المستوى كيف ما العام اللي فات كيف ما هذا العام، ونطلبوا من الله المشاركه ديالنا يكون فيها شي استفاده لا بالنسبه للفلاحه ولا بالنسبه للمنطقه كامله ان شاء الله. حنايا كنيمبورطيو ديجا لي فاريتا مختلفين ديال التفاح لهاد المنطقه، حبل الملوك، كيوي، الصفار، كيوي الخضر، وعندنا البعويد اللي شويه هاد المنطقه ما بقاش كيدار بزاف على شي مشاكل ولا شي امراض اللي كاينه. بالنسبه للتفاح الحمد لله يعني انتاج مزيان عندهم في هاد المنطقه، كاينين مشاكل كثيره ديال الماء، ونطلبوا في المستقبل ان شاء الله يكون شي حل ليها، وكيبقى الكمال بيد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. نطلبوا من الله يكون الشتاء هذا العام اللي تنور هذه البلاد ونزيدوا لقدام ان شاء الله حمراء. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.